أهلا بكم. نشرت في 20 من شهر شباط الماضي مجلة فوريوم بوليسي الأمريكية مقالا خلصت فيه إلى أن العراق يحتاج إلى تغيير نظامه السياسي مجددا، لأن أساس أزمة هذا النظام هو انهيار ما وصف المقال بشرعية الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد العام 2003، فعجرة النظام السياسي في العراق متوقفة عند عتبة أزماته المزمنة بالكامل والمتوالدة، وطبقته السياسية مجمعة على أن العراق يعيش فعليا أزمات الانسداد السياسي، وهي مشلولة تماما عن طرح حلول جدية للخلاص من هذه الأزمات، والأمر الذي أوصل الشعب العراقي إلى نقطة فقدان الثقة تماما بهذه الطبقة السياسية التي سلمها الغزو الأمريكي حكم العراقي عام 2003. فقدان ثقة المجتمع العراقي بقوى العملية السياسية وأحزابها الفاسدة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف تدرج انعدام ثقة الشعب العراقي بقوى العملية السياسية وأحزابها الفاسدة حتى بلغ مرحلة القطيعة التامة؟ وهل المجتمع العراقي منح هذه القوى الثقة فعلا، أم إنه قبل بها مضطرا وعلى مضض بسبب كارثة الغزو الأمريكي وتداعياتها؟ ولماذا لم تستفد هذه القوى من الفرصة الذهبية التي وفرها لها الغزو الأمريكي لبناء ثقة حقيقية بينها وبين الشعب العراقي؟ وهل ما زالت هناك فرصة لإحياء وترميم هذه الثقة التي تهشمت في المرحلة الماضية، أم إن الأمر فات أوانه وإلى الأبد؟ وكيف سيسير الوضع في العراق في ضوء تمايز خندقين لا ثالث لهما فيه، القوى الشعبية العراقية في مواجهة قوى السلطة وميليشياتها؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، حامد الصراف. ربما لم يعد مجديا للعملية السياسية في العراق أن تستقر على رئيس حكومة يستطيع اجتياز مرحلة الصراع بين الكتل ويعتمد وزراء حكومته، إذ أن الظروف الحالية تجعل قدرة هذه الحكومة على إدارة الدولة أمرا معقدا وربما مستحيلا. وهذه السنة تحديدا أكثر من غيرها تشير الدلالات والوقائع إلى دخول العملية السياسية مرحلة الموت السريري، وموعد رفع مشغليها أجهزة الإنعاش عنها بات قريبا. فلأول مرة ومنذ غزو العراق وما خلفه من تمدد لإيران، تتخذ واشنطن خطوات تصعيدية ضد طهران، ما حول شراكة المصالح بين البلدين إلى صراع أفقد العملية السياسية في العراق قدرتها على موازنة العمالة للطرفين، فصارت كالحبل الضعيف الذي يريد كل طرف أن يجره نحوه. العامل الثاني الدال على قرب النهاية الفعلية للمنظومة الحاكمة هو الانهيار الاقتصادي، وتنسحب تداعياته على الطاقة التشغيلية لمؤسسات الدولة، وبحسب المؤشرات فإن الحكومة ستجد نفسها قد استنفدت ما بقي من النقد الاحتياطي بوقت قصير، وبالتالي تنشأ موجة بطالة من الموظفين هذه المرة، إضافة إلى اتساع شريحة الفقراء بشكل يضيف إلى ثورة تشرين، ثورة جياع يدخل فيها من غير المعنيين بالسياسة. الانهيار الاقتصادي يقود بالطبع إلى الضغط الشعبي الذي لم يعد يقنع بأي حل مبني على القاعدة السياسية الحالية. وإذا أخذ بعين الاعتبار أثر الأزمة الاقتصادية على تسليح الميليشيات ونفوذها، تصبح المنظومة الحاكمة تدور في حلقة مفرغة لا مخرج منها إلا بترك مقاعد السلطة. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في أسباب فقدان ثقة المجتمع العراقي الثقة التامة بقوى العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها. ضيوف طاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا من العاصمة الهولندية أمستردام الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، هناك يعني شبه إجماع أو ربما إجماع على أن المجتمع العراقي فقد الثقة تماما بقوى العملية السياسية، فقد الثقة بخطابها بوعودها، بل الآن في مرحلة القطيعة التامة. هناك هوة سحيقة بين المجتمع في العراق وبين قوى العملية السياسية،
كيف تدرج انعدام الثقة هذا؟ هل السؤال هو هل تدرج أم منذ البداية كان هناك عدم ثقة بهذا النظام وقواه وأقطابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. بداية لابد من التأكيد على أننا نحن نتحدث اليوم، ربما تسألني عن الثقة السياسية، الثقة التي تقوم بين يعني طرفي أي بلد اللي هي الشعب والسلطة، هي الثقة السياسية. الثقة السياسية كمفهوم هي مفردة ليست جديدة في إطار الأدبيات السياسية. في عام 2006 كما أتذكر الأمم المتحدة قامت مؤتمر لها في فيينا وتحدثت به، أو كان عنوانه يعني بناء الثقة في الحكومة، كان يتحدث عن هذا، واعتبرت أنه الثقة السياسية هي مخرج أو نتاج للتوافق بين رؤية الشعب وتطلعاته ورؤية الطبقة الحاكمة في أي بلد وتطلعاته، فيما يخص طبعاً فيما يخص البرنامج الحكومي المطبق، أولويات هذا البرنامج، نمط الإدارة الحكومية، التفاعل الإيجابي بين مؤسسات الحكومة والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، هكذا كان القياس. ولكن المهم في هذه القضية وهو ما سيجيب على سؤالك، لماذا فقدت الثقة أو الثقة معدومة بين الشعب العراقي والطبقة السياسية من عام 2003 لحد الآن؟ وضعت في الأساس معايير لبناء الثقة، عفواً ليس لبناء، لقياس الثقة. هذه المعايير واحدة من عندها تستند إلى تقييم الأداء السياسي والاقتصادي للحكومات، ثانية النظر إلى أهداف المواطن وتطلعاته وأهداف وتطلعات الطبقة السياسية الحاكمة، الثالثة درجة الاستقرار السياسي في أي بلد، استقرار سياسي والاقتصادي، درجة المشاركة السياسية، السلوك الانتخابي وحجم المشاركة في الانتخابات العامة التي تجرى، مستوى ومعدلات أداء النظام السياسي. هذه كلها معايير لقياس الثقة بين الشعب والنظام السياسي. في حالة العراق من البداية عندما تطبق هذه المعايير على وضع الشعب العراقي على هذا العقد الاجتماعي الذي يربط بين الطرفين، يعني هذا العقد الاجتماعي الموجود في أي بلد هو الطرفين الشعب والسلطة، ستجد أنه هو كبير بصلاة كامل. الطبقة السياسية منفصلة التفكير والرؤى والتصرف إزاء الشعب، هي في أدائها السياسي والاقتصادي هناك فوضى وانهيار كامل من عام 2003 لحد الآن. تطلعات المواطن ورؤى ليست محسوبة وليس لهم علاقة بها، وواقع الحال درجة الاستقرار السياسي معدومة تماما، صفر في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. نحن نعيش في فوضى، استقلال، اقصد استقرار سياسي واقتصادي، فوضى. يبدو هناك مشكلة، سمح دكتور رافع، هناك مشكلة أيضا في الصوت، الصوت يصلنا بشكل غير واضح أو غير مناسب. حتى يضبط الصوت نتوجه إلى دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور عبد الحميد، تحدث الدكتور رافع أنه واحد من معايير بناء الثقة بين أي نظام سياسي وبين قواه المجتمعية بين المجتمع عموما هو أن تكون هناك عملية انسجام أو توافق بين تطلعات هذا المجتمع، سواء كان تطلعات سياسية، اجتماعية، خدمية، صحية، رفاهية، وبين رؤى هذا النظام السياسي. هذا الانسجام هل كان موجود؟ هل كان ضعيف بين هذا النظام السياسي الذي أسسه الأمريكيون عام 2003 وبين تطلعات الشعب العراقي بعد مرحلة قاسية جدا من حصار ومن حروب وما قبلها؟ هل تجسدت تطلعات في هذا النظام برؤى؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام وضيوفكم في هذه الطاولة. أهلا وسهلا. لا ننسى أن أي مجتمع، أي شعب من الشعوب
الشعب هذا يكون متباينا في ما بينه من طبقة واعية ومثقفة ومن طبقات أخرى ربما تكون بسيطة. الشعب العراقي يتميز في تاريخه أنه غالبيته يكون طبقة واعية، إلا قليلة من الناس التي تكون بسطاء أو من ارتضى أن يجعل من نفسه تبعا للآخرين وليس له رأي حر. هذا بداية. حينما جاء الاحتلال غالبية الشعب العراقي كان ينظر إلى هذا الاحتلال على أنه احتلال لا يأتي للشعب بأي خير، إلا قلة من القليلة من الناس كانت ربما تنظر إلى هذا الاحتلال على أنه سيأتي بخير، لأنها جعلت من نفسها أو ارتضت من نفسها أن تقبل بالفتاوى وبالآراء السياسية لبعض الأحزاب التي كانت موجودة. هذا بداية. منذ بداية الاحتلال رأينا الشعب العراقي ينقسم إلى قسمين من حيث الجملة. الغالبية العظمى رافضة لهذا الاحتلال ورافضة لكل ما جاء به هذا الاحتلال، لأن العملية السياسية هي لم تولد من رحم الشعب العراقي. العملية السياسية فرضت فرضا من قبل الاحتلال الأمريكي، والشعب رأى هذا الفرض كيف كان، رأى أن نواة هذه العملية السياسية كانت مجلس حكم تم تعيينه وغالبية المعينين كانوا من الذين جاءوا من خارج العراق، يعني كانوا يعيشون خارج العراق ممن يسمى بالمعارضة ودفعوا إلى هذه الواجهة. قسم من الذين دفعوا إلى الواجهة وكانوا يعيشون في العراق أحزابهم أيضا كانت تعيش في خارج العراق. إذن القناعة لدى الشعب أن هؤلاء هم وليدة التربية المخابرات الأجنبية، ومنها الاحتلال الأمريكي والبريطاني بالدرجة الأساس، وجارة السوء إيران بدرجة ثانية في ذلك الوقت أقصد. لا أسف، قسم من الشعب العراقي كما قلت في بداية كلامي ارتوى أنه يلغي عقله في هذه المرحلة ويقتنع بما أثير أو قيل له ومن فتاوى دينية للأسف وفتاوى كذلك سياسية من بعض الأحزاب، والبعض الآخر طبعا تبع لهواه لا يريد إلا لقمة العيش والراتب وإلى غير ذلك من الأمور. هذه كانت البداية. إذن البداية كانت هي رفض من غالبية الشعب، وتمثل هذا الرفض بمقاومة للاحتلال ولمن جاء مع الاحتلال، مقاومة بكل النواحي سياسية وعسكرية وثقافية بالكلمة وغير ذلك للاحتلال، ومناهضة ورفض للعملية السياسية وكل أدوات الاحتلال. هذه هي كانت البداية واستمرت. لكن عقب ذلك تلك المرحلة والسنوات التي لاحقت بدأت المساحة تنحسر بالنسبة للذين كانوا موالين أو ربما ارتضوا من هذه العملية السياسية عن قناعة، سواء كان اتباع طائفي أو اتباع قومي أو اتباع تقليد حزبي. بدأت تتقلص هذه نتيجة سوء أفعال هذه الإدارات المتعاقبة في ظل هذه العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال. نعم أشكرك دكتور حامد الصراف في أمستردام. هل تعتقد أن المجتمع العراقي منح هذه القوى الثقة، قوى العملية السياسية وربما جاراها، وكانت هناك انتخابات الحقيقة يعني بغض النظر عما يعني تتهم من التزوير وعملية تدليس وما إلى ذلك، أنه كان قبوله بهذه القوى كان ليس عن قناعة كما تفضل الدكتور عبد الحميد العاني، وإنما كان مضطرا على مضض. هناك غزو، ما بعد الغزو أيضا أحدث هزة كبيرة في المجتمع العراقي، والمجتمع لم يجد أمامه إلا هذه القوى، ولذلك منح هذه الثقة على غير قناعة. فعلا الصورة هكذا كانت؟ السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين وللكادر القناة الكريمة. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. وعليكم. يعني نمر بأزمة إحنا متعددة الجوانب الحقيقة، نتمنى أن تكون هي بداية الحل في شهر الغفران
ويكون بركة وخير على الجميع إن شاء الله. أنا الحقيقة قبل ما يعني أستعرض فكرة أن اللي حدث بعد السقوط، لابد أن نمر مرة سريعة لمحة تاريخية لتداعيات الوضع منذ يعني الستينات وحتى الخمسينات. العراق كان وما زال تحت مجهر الأطماع الإقليمية والدولية، لذلك كل اللي حدث الحقيقة من انقلابات وحروب على الأرض العراقية كان يعني الهدف منها الأساس هي إشغال العراق، ويعني امتصاص كل إمكانياته، وأيضا تشتيت وتمزيق النسيج الاجتماعي وبعثرة ثرواته. يعني احنا شفنا حرب 8 سنوات مع إيران كانت أيضا مفتعلة، كان توريط للنظام السابق. اجت فيما بعد أيضا قضية الحصار، الشعب العراقي دفع ثمن باهظ لمدة 12-13 سنة قبل السقوط. فالحقيقة الشعب العراقي لم يذعن، لكنه أجبر على أن يقبل على مضض بأي حلول حتى ولو كانت مؤقتة، أن يخرج من دائرة الظلم اللي كان منصب عليه من حروب وحروب أهلية وصراعات وحصار. لذلك المخطط الأمريكي الإيراني هو أنه فعلا يفرضون هيمنة شبه تامة على العراق ويخلون الشعب العراقي يسلم بواقع الحال. يعني بعد اللي حدث طبعا ليس فقط في 2003، يعني في أبريل نيسان، وإنما قبل هذا في مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين يعني في 2002 نوفمبر شهر 11 يعني في لندن، كان هناك تقسيم، يعني حتى التمثيل كان تمثيل محاصصاتي طائفي، جت مكونات لا تؤمن بالثوابت الوطنية والهوية الموحدة اللي تجمع العراقيين، كل مثل ما يقولون يغني على ليلى. فلذلك اللي صار حدث فيما بعد هو فعلا تقاسم المغانم. سقوط النظام السابق فتح الباب واسعا أمام كل الأطماع الإقليمية والدولية، وأمام أطماع أيضا الطبقة الطفيلية الفاسدة التي جاءت أو كانت موجودة في بعض الثنايا يعني المخابرات الإقليمية والدولية، فأجت تجسدت هذه الأطماع، فأصبحت القضية لا تمت بصلة بمستقبل ولا إرادة الشعب العراقي. لذلك أنا يعني الحقيقة أعز إلى مسألة مهمة جدا، الرفض لم يكن رفضا واضحا من قبل الشعب العراقي. الشعب العراقي كان كمن أسقط من يديه، مثل ما يقولون كان لم يستسلم، لكنه كان مجبر على أن ينتظر لفترة معينة لعله وأن يأتي هؤلاء بحلول تقنع الشعب العراقي في رفع الحصار واستتباب الوضع الأمني وتحقيق المصالح الاقتصادية والحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي. لكن الحقيقة شفناها في مجلس الحكم، وشفناها في الجمعية الوطنية كانت أيضا محاصصة، شفناها أيضا في الدستور في 2005. الدستور كان أيضا ملغم، يعني بفقرات واضحة أنه مثلت إرادة الكرد، القيادة الكردية والقيادة الشيعية، بينما كان هناك غياب واضح للطائفة الأخرى ولمكونات الشعب العراقي. هذه القضية الحقيقة كانت واضحة أمام الواعين من شعبنا وجوبهت بالرفض، وكان هناك رفض حقيقة حتى ممن نسبت إلى بعض المسؤوليات ورفضها. ليش؟ لأنه البلد كان في تلك السنوات ماشي إلى الانقسام، ماشي إلى التهلكة، ماشي إلى استنفاذ كل إمكانيات الشعب العراقي من ثروات وطاقات بشرية. خلينا أيضا أشكرك، يعني نحيل هذا السؤال من النقطة اللي اتطرقت لها يعني جنابك، أنه كانت هناك فرصة أمام هذه القوى السياسية، وأنه الشعب وجد نفسه أمام يعني واقع جديد فلم يجد سبيلا آخر إلا أن يقبل به على مضض، ويعني يعطي فرصة عسى أنه هذه القوى أن تقدم له شيء تتجاوز مرحلة سابقة. دكتور رافع الفلاحي، يعني هذه القوى السياسية التي وفر لها الغزو الأمريكي هذه الفرصة الذهبية
بإسقاط النظام السابق وإعطائها العراق لتحكمه، ثم اصطف معها والعالم كله، الأمريكان دفعوا بالعالم كله والإقليم ليقف مع هذه القوى، مع هذه العملية السياسية، لكنها لم تستفد من هذه اللحظة أو هذه الفرصة الذهبية لحيازة ثقة المجتمع عبر تشكيل نظام سياسي حقيقي، عبر منجز خدمي، منجز اجتماعي للعراق وللمجتمع في العراق. لماذا لم تستفد من هذه الفرصة الذهبية التي توفرت لها في غفلة من الزمن؟ أستاذ ماجد، يعني سأجيبك على هذا، لكن دعني أقول أولا أنه ليس من الغريب وليس من العجيب وليس من النادر أن تدخل أي دولة حرب مع دول أخرى. يعني كل دول الدنيا إذا ما رجعنا التاريخ القديم والحديث سنجد أنها قد دخلت حروبا، سواء على المستوى الإقليمي عند حدودها، قضية أن نبقى أسرى للتاريخ ونعيد ونكرر أن قضية الحرب العراقية الإيرانية كانت توريطا وكانت لا لم تكن توريطا، لأنه أنت تحكم على الأشياء إما في وقتها أو تحكم عليها تاريخيا بعد نتائجها. الآن عندما تحكم على الحرب العراقية الإيرانية، هذا ليس دفاعا عن نظام سابق ولا عن لاحق، لكن عندما تحكم عليها الآن بعد مرور كل هذا الوقت ستجدها كانت ضرورية جدا وكانت من أولويات أي دولة، وطبيعيا تحدث هذه الحرب، وحدثت مثلها في تواريخ كثيرة بين العراق وإيران كثيرا، لكننا لا نركز على تلك الفترة التاريخية، نركز على هذه الحرب فقط لغايات في نفس من يحكمون العراق. هذه واحدة. ثانية، كل طبقة سياسية عندما يأتي احتلال وتخرج من رحم الاحتلال لا يمكن أن تحمل مشروعا لبناء الوطن، هذه هي القاعدة. هذه الطبقة السياسية جاءت مع الاحتلال وجاءت لتتمم، يعني هم أجراء لتنفيذ مشروع الاحتلال، ومشروع أي احتلال في الدنيا، أي مستعمر في الدنيا عندما يدخل بلدا لا يمكن أن يبني هذا البلد، لا يمكن أن يعمر هذا البلد ويدفعه للازدهار والنمو. يعني لم تأتي أمريكا، لم تقطع يعني جنودها وتحمل جنودها عبر الأطلسي وعبر مئات الآلاف من كيلومترات لأجل عيون العراقيين لتبني لنا تجربة ديمقراطية حرة، لتبني لنا عراقا جديدا متطورا ومزدهرا. بالعكس، هي جاءت لتدمير العراق وجاءت لتدمير الإنسان العراقي تحديدا. فبالتالي الطبقة السياسية التي جاءت معها وهي التي تحكم لحد الآن منذ 17 سنة هي راعية لمشروع تدمير العراق. فبالتالي من البداية لديها برنامج لا يتمثل في البناء، لا يتمثل في بناء الثقة مع المواطن، بالعكس يريد أن يسلب المواطن كل شيء، يريد أن يأخذ من المواطن كل شيء. لذلك الثقة السياسية اللي تتجسد بين النظرية والتطبيق هذه مفقودة. سمعنا احنا في بداية 2003 وما بعده لحد الآن نسمع في الانتخابات وفي خطبهم يتحدثون عن أمنيات، عن بناء، عن نهوض، لكن كله كذب، مجرد أحاديث كاذبة ليس لها علاقة بالواقع. عندما تطبقها على أرض الواقع ستجد أن العراق ذاهب إلى الحضيض، ذاهب إلى متاهة غريبة عجيبة ونفق مظلم. والشعب رد على هذه القضية، يعني أعطى مثالا كلش واضح بعد كل هذه السنوات، السنة الماضية، يعني بغض النظر عن تظاهراته وتظاهرات تشرين، لكن في السنة في عام 2018 عندما جرت الانتخابات، أنا تحدثت عن واحد من المعايير اللي تقيس بها الثقة السياسية بين الشعب والحكومة، الطبقة السياسية، السلوك الانتخابي وطبيعة المشاركة الشعبية. عندما لا يشارك 82% من الشعب العراقي الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، هذا له دلالات على أن الثقة مفقودة بين الشعب وهذه الطبقة، لأنه هذه الطبقة من البداية كانت أسلوبها في توزيع الثروة مريب ومخيف، ووزعت الثروات فيما بينها وليس على الشعب. إذا سمحت لي، هناك رأس المال الاجتماعي لصالحها. دكتور، هناك من يقول أنه الآن نحن لسنا في مرحلة فقدان الثقة بين طرفين، قوى السلطة والمجتمع، ربما فقدان الثقة تكون بين شريكين، بين صديقين، يتحدث الآن نحن في مرحلة خندقين متقابلين في حالة حرب شرسة بين هاتين
أو بين هذين الطرفين، قوى السلطة وميليشياته والمجتمع؟ لم تصل الحالة إلى هذه الدرجة إلا بعد فقدان الثقة. نعم. يعني لم يصل العراق إلى جبهتين، إلى جبهة الشعب والسلطة، إلا بعد أن فقد الشعب الثقة. لاحظ إنه هذه يعني الدعايات والكذب والتضليل، هذه محاولات أثرت على الكثيرين، وربما الطائفية وغيرها، الكثير من هذه الأساليب التي اتبعت أثرت على الشعب، أثرت على، دعني أقول، على أعداد كبيرة من الشعب. لكن بعد مرور هذه الفترة وصل الشعب إلى قناعة أن الثقة بكل ما قالوا، بكل ما تصرفوا، بكل أفعالهم، بكل مشروعهم معدومة تماما. نعم. وبالتالي انقلب عليهم بهذا الشكل، وصرنا إلى معسكرين، معسكر الشعب ومعسكر السلطة. هنا انفقدت الثقة، وهذا العقد الاجتماعي الذي يعني يؤسس في كل بلد بين جماهير السلطة وجماهير الشعب قد فقد، وصارت الهوة كبيرة. أشكرك. هنا الأساس في هذا الموضوع. أشكرك. نتوقف مشاهدينا الكرام عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا عن أسباب فقدان ثقة المجتمع العراقي بقوى العملية السياسية وأحزابها. نتوقف قليلا ثم نعود لإكمال النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في أسباب فقدان ثقة المجتمع العراقي بقوى العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها. ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور حامد الصراف. دكتور عبد الحميد العاني، بعيدا عن اتهام دكتور رافع أن هناك نية وهناك تعمد بين قوى العملية السياسية والاحتلال في التدمير، يعني هذا المشروع الذي جرى في العراق هذا هو مشروع ممنهج مخطط له هو وهو المطلوب. هون يعني سؤال، انه عدم او ترسيخ عدم الثقة بين قوى العملية السياسية والمجتمع حتى الوصول الى مرحلة القطيعة التامة، يعني كان غباء من قوى العملية السياسية، غباء سياسيا، أم القضية تتعلق أيضا بظروف نشأة وولادة يعني هذا النظام الذي يعني خرج من رحم الاحتلال، وجه بكثير من التحديات، وبالتالي عاش حالة من عملية الإرباك والارتباك، لذلك لم يلتقط أنفاسه ليقدم شيء منجز ما ليحوز على ثقة المجتمع العراقي؟ يعني بداية أؤيد أن هنالك مشروعا ممنهجا لتدمير العراق، هذا من جهة، لكن أيضا من جهة ثانية لو نظرنا إلى تاريخ هذه الأحزاب التي مسكت السلطة بفضل الاحتلال، التي جاء بها الاحتلال وسلطها وعينها تعيينا، هذه الأحزاب جميعا، الأحزاب أتكلم وليس عن الأشخاص، كل الأحزاب التي شاركت في مجلس الحكم وتولدت منها بعد ذلك هذه العملية السياسية، تاريخها هي نشأت في ظل دول ومخابرات، وكانت هذه الأحزاب فيما بينها تتسابق لكسب رضا وقبول تلك المخابرات الأجنبية، فنشأتها إذن كنشأة سياسية هي كانت كيف ترضي الأسياد، فلما جاءت إلى هذه العملية السياسية وجدت أن العملية فصلت تفصيلا وبنيت على أساس محاصصي طائفي وعرقي، لذلك هذه الأحزاب ليس لديها مشاريع، ليس لديها منهج سياسي لتريد أن تطبقه في هذا البلد، هي جاءت منفذة فقط أدوات تنفيذ لهذا المشروع. في داخل هذا المشروع وجدت نفسها أنها مستمرة في ذات الأداء السابق، وهو كيف تحظى بقبول السيد صاحب المشروع الأكبر
وهو الاحتلال. ثم نتج بعد ذلك عامل آخر، عامل خارجي آخر، وهو الاحتلال الآخر الإيراني الذي دخل على الخط. ظهرت هنا عندنا هذه الأحزاب وسياسيها وشخوصها ومن دخل في هذه العملية السياسية لاحقا فيما بعد، كلهم نشأوا على هذا المنشأ. أولا كيف يرضي الاحتلال، أو كيف يحاول المحافظة على مصلحته ومكاسبه في ظل موازنات بين إيران وأمريكا وغيرها. ثالثا كيف يثري لنفسه من هذا المال الكثير الذي وجد نفسه أمام ثروة كبيرة ووجد شركاءه يتنافسون فيها في سرقتها. فكان شعارهم الإسلاميين وغير الإسلاميين، كان شعارهم أنا أولى بذلك من غيري، أنا أسرق حتى لا أتركها فقط لغيري. وهذا سمعناها للأسف من أحزاب أو من شخصيات كان البعض ربما يعول عليها ويعطيها ثقة. هذا كله، هذا جزء من كم كبير جدا من أداء هؤلاء الفشل الكبير. وأنا دائما أقول كلمة الفشل ليس نتيجة أنهم حاولوا ولم ينجحوا، لا، فشل في منظور الشعب العراقي، لأنهم لم يقدموا للشعب العراقي إلا المزيد من الخراب والدمار. فكانوا حقيقة النتائج هي كانت آثار تدميرية، يعني أدوات لتنفيذ المنهج أو المشروع التدميري الذي جاء به الاحتلال الأمريكي. نعم دكتور حامد الصراف، بعد الذي جرى خلال 17 سنة إلى اليوم، سياسيا، أمنيا، اقتصاديا، معيشيا وغيرها من التشوهات التي يعني كانت من مخلفات هذا المشروع، وصولا إلى التظاهرات ومقتل واستشهاد 1000 متظاهر و27 ألف جرحى ومصابين، هل تعتقد أنه لا زالت هناك فرصة ما لترميم هذه الثقة، إحياء هذه الثقة، بناء هذه الثقة بين المجتمع في العراق وبين قوى العملية السياسية، أم أن الأمر قد فات أوانه ولا مناص من رحيل هذا النظام؟ طبعا من وجهة نظر المجتمع العراقي لا مناص، لا فرصة أخرى، لا إصغاء آخر لوعود وخطابات قوى العملية السياسية. لا بالتأكيد، يعني الشعب العراقي وخصوصا جيل الشباب الآن أصبح واعي يعني بكل تداعيات الوضع على مر السنوات والأشهر الأخيرة، خصوصا يعني منذ أكتوبر لحد اليوم الشباب وصلوا ليس حالة اليأس فقط، وإنما ردة الفعل مما جرى حتى في الانتخابات الأخيرة في 2018 الشهر أيار، ونتائج المزورة وحرق صناديق الاقتراع وغيرها وسرقة الأصوات، وحتى التشكيلة الحكومية اللي جت بعادل العبد المهدي لعملية ترقيع ليس إلا، ولمحاولة الإبقاء على هذه يعني أو رموز الطبقة السياسية الفاسدة القابضة على السلطة الآن. الشباب الآن أعتقد، وهذا هو، هاي حتمية تاريخية عزيزي الأستاذ ماجد. نعم. الظروف الآن تعتبر هي مقومات مثل ما نسميها موضوعية للثورة، المقومات الذاتية أيضا موجودة الآن، يعني المقومات الموضوعية مثل ما إذا ردنا نفصل بها هي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتدخلات الأجنبية المخابراتية، وجود الميليشيات الآن العابثة بمقدرات البلد وبمصير الشعب وبمستقبل الأجيال القادمة، هذه كلها طبعا عوامل موضوعية معروفة الآن. العامل الذاتي الآن نضج، أيضا العامل الذاتي هو وجود القوة، قوة محركة للثورة. الشباب الآن يبحث عن رسم ملامح مصيره، مستقبل البلد، ليس من منطلق البداية كانت يمكن بحث عن فرص عمل أو غيرها وتحسين الأحوال الاجتماعية المعاشية، لكن الآن لا، أصبحت قضية وطن، قضية مستقبل أجيال، قضية شعب، مصير هذا البلد، إلى أين نسير نحن، مو فقط الجيل الشباب، إحنا أيضا، إحنا الجيل اللي عاش فترات من الرفاهية الاجتماعية ومن التعليم الجيد ومن التماسك الاجتماعي ومن حتى رؤى للمستقبل أفضل، لكنه مع الأسف أنا يعني ما أريد أرجع للماضي، لكنه إحنا علينا الآن
أن نخطط مثل ما يقول رسم واضح لملامح المستقبل. الشباب أصروا بدليل قدموا شهداء وقدموا تضحيات جسيمة الآن، وهم آيدين الآن مثل ما وعدوا بأن ترجع الثورة بعد ما تنتهي قضية هذه الأزمة الصحية في كورونا فيروس اللي يعني انتشرت بالعالم كله. لكن ومع ذلك هذا الإصرار أيضا جديرين به بالاحترام، أنه هم فعلا عليهم الآن أن يخططون منهج. هو يعني هذه مقومات الثورة الحقيقية، قلنا عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ومنهج الثورة. منهج الثورة أيضا واضح، هو أنه يجب إسقاط هذه الطبقة السياسية الفاسدة برمتها، ثم العمل على تأسيس أو إقامة نظام سياسي يعني عادل بالتوزيع الثروات. أشكرك، واضح. نظام سياسي بسلم اجتماعي. أشكرك دكتور، واضح. دكتور رافع الفلاحي، يعني هذه الطبقة السياسية بعد 17 سنة هي بلا شرعية منجز تمثيلها للمجتمع وفق نسبة الانتخابات أو المشاركة في انتخابات 2018 في البرلمان. نسبة المشاركة كانت 12 إلى 13%، وحتى 13% الذين شاركوا الحقيقة عبارة عن شخوص أو طبقة أو فئة مرتبطة بمصالح في العملية السياسية، وليس عن قناعة بالديمقراطية وما إلى ذلك. هذا النظام عراقيا في النهاية يمثل من أين يستمد ثقته السياسية؟ من أين يستمد شرعيته؟ طبعا بداية أستاذ ماجد، هو لا شرعية له، لأن الشرعية إما أن يكون عندك برنامج والشعب منتخبك فعلا، شرعية انتخاب فعلي أن الشعب منتخبه، هذا يعني غير موجود بالعراق. من وجهة نظرة عندما عندما يجادل عن نفسه ويقول أنا نظام لدي شرعية، شرعية بشكل كاذب. هذه كذبة كبيرة طبعا، لأنه الشرعية من أين تأتي؟ إما أن يكون الشعب منتخبه وهناك صناديق ومراقبة ودقيقة، وبالتالي نتائجها لا تقبل الشك ولا تقبل الجدل، ووجود نتائج واضحة وتخرج للشعب، والشعب هو منتخبه ويتحمل المسؤولية الشعب، وبالتالي شرعيته من الشعب، وهذه غير موجودة بالعراق. من انتخابات 2005 لغاية الآن شهدنا صنوفا من التزوير غريبة عجيبة، وآخرها 2018 اللي حضرتك تحدثت عنها، اللي أكثر من 82% من العراقيين ما شاركوا بها، والذين شاركوا حثت بها فساد، عمليات فساد وتزوير العالم كله تحدث عنها، أنه أكبر عمليات فساد، وحتى المشاركين فيها قالوا أكبر عمليات فساد في العالم جرت في انتخابات. هذه واحدة. الثانية هو شرعية الإنجاز. ما هو المنجز من عام 2003 لحد الآن لهذه الطبقة السياسية كلها والعملية السياسية؟ ليس هناك من منجز. إذن لا شرعية لهم في الإنجاز، وهي المهمة. شرعية التعامل مع الشعب برؤى ومفاهيم غير ملتبسة واضحة، هذه غير موجودة. ربما أنا استغرقت في الإطار العام، لكن سأذهب إلى التفاصيل. يعني عندما تأخذ مثلا الأمن، مفهوم الأمن، هذا المفهوم المضلل، هم يعتقدون أنه بزيادة الميليشيات وزيادة الناس المسلحين واللابسين بدلات مرقطة بالشارع وسيارات الهامر سيحققون الأمن بزيادة القوات العسكرية والأمنية و17 جهاز أمني، لكن هذا غير مفهوم. مو هذا الأمن، هو مفهوم الأصلي هيبة الدولة، أن المواطن له ثقة بالدولة، له الدولة احترام فينا ويحترم المواطن، فلذلك يصونها. ودعني أقول أيضا يعني في الحديث السابق وربطا مع الحديث السابق، وعندما قلت لك أن المشروع هو مخرب، الآن كثير من الذين عملوا في هذه العملية السياسية عندما يخرج ليغضبون عليه أي سبب كان، لم يوزع لهم حصة من ما يريدون أو كذا، ويخرج يحاول أن يمتطي ظهر الوطنية وتحدث بوطنية، ماذا يقول؟ عندما يسألونه لماذا المشروع الفلاني لم تنفذونه مثلا في الزراعة في الصناعة، يقول نعم كنا نريد أن ننفذ المشروع الفلاني لكن إيران لم توافق. نعم. إذن القرار في تنفيذ المشاريع حتى في العراق، حتى تكسب الثقة، حتى تكسب شرعية الإنجاز، يتعلق بطرف آخر خارجي،
يعني انت تتحدث الان عن الزراعه والصناعه، لماذا في العراق ليس فيه زراعه ولا صناعه؟ لماذا اختفت وكان فيه زراعه وصناعه؟ لانه طرف اخر خارجي من مسيطره على العراق لا يريد الصناعه والزراعه في العراق، لانه يريد بلد مستهلك وهو ينفذ اجندته ويصدر كل بضاعه وزراعته الى البلد والبلد هذا يستهلكها، فبالتالي نحن الثقه مفقوده بعدم الشرعيه. اشكرك دكتور. دكتور عبد الحميد العاني، ثقة المجتمع بقوى العملية السياسية صفر أو ما دون الصفر، حاجز الخوف من القمع سقط تماما، خاصة مع استشهاد 1000 من المتظاهرين و 27,000 جريح، وطبعا أيضا يعني ما قبلها والآن، خاصة نستذكر اليوم الذكرى السابعة لمجزرة الحويجة التي ارتكبتها قوات المالكي وراح ضحيتها أكثر من 54 شهيد وأيضا جرحى. إزاء هذه الصورة، هذه القوى قوى العملية السياسية أين هي سائرة بالبلد؟ نعم، هكذا اليوم سمعنا من ساحات التظاهر المختلفة، وسمعنا من القوى، بالمناسبة القوى الوطنية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية منذ الأيام الأولى، أن هذه العملية السياسية بكل من يأتي بها هي تسير بالبلد إلى الهاوية. لا أمل في ظل هذا الإطار السياسي، في ظل هذه المشاريع التدميرية للعراق، لأن الشعب العراقي يرى وطيل السنوات الماضية لم يرى من هذه أي أداء أي خدمة لهذا البلد، وراه أن هذه الأحزاب وهؤلاء الأشخاص أثروا على حساب هذا البلد. يعني البلد غني، ليس بلدا فقيرا، وهنالك ثروات أرقام فلكية كما تسمى ويقال، وهذه الأرقام الفلكية نراها أنها تنقل إلى حسابات هؤلاء الأشخاص عيانا جهارا من غير خجل ومن غير خوف. هذا الشعب العراقي ينظر إلى هذه الأحزاب وإلى هؤلاء الأشخاص، ليس لديهم مشروع، يعني لم يقدموا إلى الآن مشروعا حقيقيا، هم مجرد أدوات لتنفيذ العملية المشروع هذا العملية السياسية، وهمهم الأول والأخير الحفاظ على العملية السياسية بمجموعها بإطارها العام، ثم المحافظة على مصالحهم ومنافساتهم فيما بينهم للحصار على هذا المنصب أو ذلك المقعد. هذه هو همهم، وأما الشعب العراقي فهو يسير إلى هاوية. ونحن نرى اليوم في ظل أزمة عالمية كيف أن هذه الحكومة اليوم بجميع أجهزتها هي عاجزة وبعيدة، يعني الدول الكبرى، كل دول العالم هي اليوم منشغلة بإنقاذ الشعب، وهؤلاء منشغلون في تقاسم هذه المناصب فيما بينهم. نعم. دكتور حامد الصراف، الشعب العراقي الحقيقة عبر عن فقدانه الثقة ورفضه للعملية السياسية وقواها في الانتخابات، قاطع الانتخابات بنسبة 83% في الانتخابات البرلمانية عام 2018، ثم التظاهرات وتظاهرات ثورة تشرين المستمرة منذ عدة أشهر، وقدم 1000 شهيد و 27,000 جريح وما إلى ذلك، مع تعنت وعناد واستكبار واستخفاف قوى العملية السياسية بمطالب هؤلاء المتظاهرين، مطالب المجتمع. والآن نرى الآن نقاشات وبحوث في تشكيلة الحكومة الكاظمي أيضا وفق أسس المحاصصة الطائفية والحزبية المعتادة من 2003 إلى اليوم، وإلغاء المحاصصة الحقيقة كان مطلب أول للثوار تشرين، إلغاء العملية السياسية وغيرها. ما الأسلوب المتوقع لتجديد رفض المجتمع في العراق لهذه الطبقة السياسية، وعدم إعطائها أي فرصة أو منحها الثقة مرة أخرى؟ ما المتوقع من أسلوب آخر بعد المقاطعة، بعد تظاهرات سلمية؟ الحقيقة يعني الفترة الماضية اللي مرينا بيها في تأثير يعني انتشار فيروس كورونا وحالة مثل ما يقولون حظر التجوال، الآن اعتبرناها احنا والشباب هذه استراحة مقاتل حقيقية.
ومراجعة لما قدمه الشباب، قدمناه من تضحيات كبيرة، ليس على فقط على التضحيات، يعني الشهداء والجرحى والمصابين والمعوقين وأيضا المغيبين، وإنما أيضا من حياتهم، من تعليمهم ومن فرص العمل اللي انفقدت، من الوعود الكاذبة المزيفة التي أطلقت في وقت عادل عبد المهدي. الآن الوضع زاد الطين بلة، هي الأزمة الاقتصادية اللي نعيشها الآن، يعيشها العالم كله الآن، ليست أزمة حقيقية، يعني في الحقيقة سوف تصبح كارثة اقتصادية تشمل كل الاقتصاديات الكبرى العريقة في العالم، وتنسحب على العراق باعتباره، يعني اقتصاد العراق هو اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأساسية على تصدير النفط، وهذا أسعار النفط وصلت إلى هذا الحد، إلى ثلث أو أقل من ثلث أو ربع القيمة اللي كانت مؤسسة عليها ميزانية. نعم، لذلك أنا اللي أقوله أنه الاعتصام والإضراب العام الآن هو مثل ما يقول الحل الناجع للعملية. إحنا مقبلين على الصيف، فصل الصيف الحر، مقبلين على رمضان الآن أقرب من الصيف. الحقيقة هو أنه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والكهرباء والخدمات كلها سوف تجتمع مرة واحدة أمام الحكومة، إذا كانت هاي الحكومة تشكلت أو لم تتشكل. بس أنا اللي أتوقع الآن الصراعات خلال اليومين الأخيرة، يعني واضحة أنه صراعات بين قوى الطبقة السياسية الفاسدة، فلذلك هم سوف يأكلون بعضهم البعض، وتسهل عن مهمة الشعب العراقي. أشكرك. في إسقاط هذه الطبقة السياسية الفاسدة، ومن ثم يبدأ بمرحلة جديدة. شكرا دكتور. بهذا مشاهدين الكرام نصل لأختام هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثت في أسباب فقدان المجتمع العراقي لثقته الكاملة بقوى العملية السياسية. لم يتبقى لنا فيها إلا أن نشكر ضيوفنا، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، وكان معنا عبر سكايب، وكلهم طبعا عبر سكايب. الدكتور الصراف كان معنا عبر سكايب من العاصمة الهولندية أمستردام. حتى نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.